السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كاركتر دوت اي اي بتختار الشخصية سواء حقيقية أو كرتون أو خير أو شر أو لسه عايشة أو ماتت، وتبدأ إن أنت تسألها. تمام، فأنا اخترت شخصية. مثلا ممكن تختار شخصية كايتو كيد وتقعد إن أنت تناقشه. تمام، ممكن تسأله بالعربي، هو حتى الآن بيجاوب إنجليزي بس هو قريب أوي هيجاوب بالعربي عادي. طيب نختار مثلا كونان، نسأله بقى لماذا أصبحت صغيرا في جسم طفل. أنا تقريبا شفت له 1600 حلقة اللي نزلوا يعني. تمام، ممكن تسأل مثلا أفلاطون وأرسطو عن معنى الحياة، عن معنى الوجودية. أهو بدأ السم، شرب سم اسمه اي بي تي اكس 4869، والمنظمة والحاجات دي كلها. ما هو اسم والدك؟ ممكن تسأله مثلا لماذا تختار اسم كودن؟ أبوه اسمه كوجي وأمه اسمها كودونو. طبعا أدجر ألان كونان عشان هو بيحب شخصية شيرلوك البودلاس المؤلف بتاعه. فبتختار الشخصية بتاعتك، هو جاوب كأنك أنت فعلا بتتكلم الشخصية بتاعتك. يعني هو ده التحدي في الذكاء الصناعي، إن أنت تتكلم معاه وما تحسش إن هو ذكاء صناعي إلا لو حد قال لك إن هو ذكاء صناعي. طيب ممكن نسأله ايه؟ طيب ما هو اسم العصابة؟ طبعا العصابة كل فرد فيها بيختاروا أسامي نبيذ وكحوليات وحاجات زي كده، مشروبات اهو. المنظمة السوداء اسمها توسوتومومو كازوتا. ممكن نسأله البت اللي معاه اسمها ايه؟ متى ستتزوج خطيبتك؟ طبعا ده حاجة في المستقبلية، غالبا مش هيرضى يحرق لنا المسلسل. بيقول لك ان هو مش هيقدر يتجوزها غير لما يحارب العصابة وكده، لان هو ممكن يعرف شخصيته ويقضي عليها. هو بيحاول يحافظ على حياته. كان تاني اسمها ران تقريبا. ممكن نسأله ما هي اهم الاختراعات التي تستخدمها؟ سألناه ايه أهم اختراعات الدكتور، فقال لنا دكتور أجاسا عمل له مغير للصوت، وفي تي في ريموت. وجي بي اس عشان يتعقب هو ويتعقب الأصدقاء اللي معاه. طيب هنرجع في شخصية أنا معرفهاش الصراحة، هنبدأ إن احنا نختارها. ممكن يكون مشهور يعني، أنا اللي اخترتها. أنت اللي اخترتها، ماشي. طيب من أنت؟ أنا معاك، كراسك خلاص. كراسك طيب ماشي، مش بتجاوب ولا هو مش عارف نفسه؟ بيجاوب. أنا اسمه بوبزر بدر سيتو نسي وشتو فيس مايو. طيب هل أنت تكره ماريو؟ سوبر ماريو ده. أو سوبر ماريو؟ أنا مش فاكر الشخصية دي. ماريو إز ماي أي، هو بيكرهه، بيتمنى إن هو يدمره.
الاخلاق الطموحه دي كانت شويه بجد. هل توجد في افلام ام فقط لعبه ام لعبه وفي لعبه ظهر في افلام كتيره وفي العاب كتيره؟ طيب خلينا نسأل شخصية كده أنا الصراحة نفسي أسألها من زمان. هقول لك يا معيز ثواني. مينكرافت. كتير ناس بيكلموني كيف أبني مباني داخل اللعبة؟ أنا فعلا مش عارف إجابة السؤال. نخليه يشوف بقى هو يجاوب بقى. يونيك تو ماين بلوك تو لازم يكون يبقى عندك خشاب وحاجات زي كده عشان تقدر ان انت تبني المباني دي. لازم تقعد تكسب شويه تشتغل. هل توجد حيوانات في اللعبه؟ اسألوا تاني. انت بتغششنا غلط. بيقولك في حيوانات كتير. ميني انيمالز ان ميني كرافت هتلاقي خنازير وخرفان وبقر وتشيكن. لاقي حاجات كتير وفي اسماك بس ما حد بيعرف في الميه. دجاج وذئاب. طيب هل يوجد معك ناس في اللعبة؟ أيوة. انت بتعمل شات مع الشخصية اللي انت بتحبها، الشخصية اللي انت نفسك تقابلها وتعمل مع شات. بيقولك في there are not many، ما فيش اشخاص كتيرة. The only people you find in the في القرية الصحراء هم الاشرار. طيب انا بدور على باتمان لقيت كتير قوي. حاول تختار حد يكون فيه ناس كتيرة مختاره لان هو كل ما الناس كتير بتتكلم معاه. 19. طيب خلينا نختار ده مثلا، ده اول واحد. تمام. لماذا لا تقتل الجوكر؟ لا تقتل الجوكر وتريحنا منه. طبعا هي الاجابه اقتصاديه ان هو كده مش هيطلع حلقات جديده والشركه هتخسر. انا مش قاتل، انا باتمان، ما بقتلش حد، انا بركل. ساعد الناس وبس. ماشي نسأله تاني. انت راجل طيب. انت راجل طيب. لماذا لا تأتي الى مصر؟ يلا من بعد السياحة. انا نفسي ازور مصر، ومصر بلد غنية في التاريخ بتاعها، وممكن نتعلم دروس كتيرة منها. وانا نفسي اشوف الاهرامات ويا حاجة عظيمة. بابا اكتب لي. طب ما انا بعت لك صور للاهرامات. شوف ايه ده كله وكل ده عشان بيقول لك في دول كتير انا نفسي ازورها. سوبرمان. هل انت تحب سوبرمان ولا لا؟ مستنيين من الرب. بيقول لك ان هو مان اوف ستيل، الرجل الحديدي او الرجل الحديد، وان هو بطل عظيم وانا بحب اشتغل معاه. بيقول لك ان هو عنده ابن وبيعتبر روبن ابن ليه وكده يعني. روبن؟ هو روبن مراته؟ اتبناه كان عيل صغير واتبناه. فتخيل ان انت ممكن تختار كتاب زي مثلا هاري بوتر وتتكلم معاه. تختار كتاب، تختار حاجه في التاريخ، تختار حاجه في الاقتصاد، تختار اللي انت عايزه. في مجالات كتير ان انت في مدرس تاريخ اهوت. تمام. ممكن تتكلم مع يوليوس قيصر نفسه. تمام. يوليوس قيصر. ممكن تتكلم مع كابتن امريكا. ممكن تتكلم مع هاري بوتر. مع هتلاقي كل الشخصيات. لما بعمل سيرش على حاجه بلاقي اقتراحات كتير قوي. لا نتكلم مع عم الساحر دوت. لا الساحر ده عارفه يا بابا. طيب هنتكلم مع هاري بوتر. انا بالسرعه. ماشي. طيب دلوقتي ممكن نقول له ايه؟ من انت؟ نتعرف على شخصيته.
من هو أستاذك المفضل؟ وهل أنت بتلعب كاراتيه؟ هو هاري بوتر؟ وطلع ما بيلعبش كاراتيه. بابا للأسف طلع ما بيلعبش كاراتيه. بيقول لك أنت مين؟ هل أنت بتدرس السحر؟ قال له لا إن إيه شاء هو الله. موضوعك المفضل في السحر؟ إيه؟ هو اختار بروفيسور ماك جونجل.